أعزائنا مشاهدي التربوية السورية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم في ندوة جديدة للصف التاسع الأساسي لمادة علم الأحياء، سنتناول فيها أبحاث الغدد الصم واضطرابات عملها وهرموناتها، وسنتطرق إلى بعض الغدد والهرمونات التي تفرزها فيما يتعلق بالغدد الصم. يسرنا تلقي اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، ويسرني الترحيب بزملائي في هذه الندوة، الآنسة هديد سعود من تربية دمشق، والأستاذ بسام أبو السعيفان من تربية ريف دمشق. أهلا وسهلا بكم زملائنا. قبل ما نتحدث بموضوع الندوة، يا ريت نحكي عن الطريقة المثلى لدراسة مادة علم الأحياء للصف التاسع الأساسي. كيف للطالب أن يدرس هذه المادة ويستفيد من المعلومات الموجودة في كتابه علم الأحياء، خاصة أنه يضم معلومات عن جسم الإنسان، أجهزة جسم الإنسان، معلومات تفيد الطالب، فكيف يمكن أن يدرسها وتبقى هذه المعلومات لديه؟ تفضلي أنسة. بداية تحية لكم ولجميع متابعي القناة الفضائية التربوية السورية. أتمنى من طلابنا الأعزاء تحقيق أقصى فائدة من ندوتنا هذه. بداية، أهم الطرق لحفظ مادة العلوم وتجنب نسيانها دمج القراءة بالصور. يعني هلأ موضوع الصور بيرسخ المعلومة بذهن الطالب. هلأ في عنا طريقة أخرى، مثلا طريقة خارطة المفاهيم، تساعد على تنسيق الأفكار المترابطة مع بعضها البعض. الفكرة بطريقة خارطة المفاهيم بأنها توصل المعلومة، لأنها تعمل على تشغيل الدماغ بنصفي الأيمن والأيسر معا، ويتمكن الطالب من خلال هذه الطريقة من مراجعة الدرس بأقصر فترة. في طرق أخرى إضافة إلى يعني مادة العلوم، بيعاني أغلب الطلاب أنه من أو هناك خوف لديهم من تجنب نسيانها، فنحن بننصح دائما الطلاب الأعزاء بمراجعة مادة العلوم كل أسبوع حتى يتم تذكر ما درسه الطالب بنهاية العام. في بعض الطلاب أنسة هديل بيحفظوا حفظ المادة وهي قابلة للنسيان طبعا، أما لما يفهم المعلومة من خلال الرسومات فهي المعلومة بتتكسر وبتضل فترة أطول. هو الفهم بعدين الحفظ. الله يعطيك العافية أستاذ بسام. طبعا من البداية بحب أرحب بجميع طلابنا وطالباتنا في أنحاء سوريا كافة، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح وإن شاء الله الشفاء من كل مرض. طبعا أنا بفضل طريقة حل المشكلات، لأنها دراسة من الواقع من حياتنا اليومية. يعني نطرح مشكلة ونحلها. كمان في عند العصف الذهني كمان، يعني بتقلي مدارك الطالب أوسع. في عندي طريقة التعلم التعاوني اللي هي فكر زاوج شارك عن طريق مجموعات، وبتواصل الطلاب مع بعضهم البعض حتى يعني توصل المعلومة بأقصر. طيب هلأ بناء على كلامك أستاذ بسام، شجعتني أنا إذا بدك تحضر أنت درس نموذجي وتعطيه لطلابك، كيف بتحضر الدرس؟ طبعا في البداية في عندي هوامش، يعني اليوم، التاريخ، عنوان الدرس، الحصة، الزمن. في عندي المعيار اللي هو مسميه الهدف العام، هاي لا يمكن قياسه. يعني مثلا على سبيل المثال أتعرف مفهوم الغدد الصم، تمام، موضوع جلسة. في عندي مؤشرات الأداء، هاي يعني أهداف تدريسية يمكن قياسها، يعني أميز، أذكر، أعدد، أقارن، أرتب، أستنتج، يعني هاي أساسية يعني يمكن قياسها. تمام. كمان الوسيلة المناسبة، يعني الوسيلة التعليمية، كل ما كانت الوسيلة مناسبة كل ما أثارت الطالب واندفع اتجاه الدرس. كمان الطريقة، كمان استخدام الطريقة، يعني بأني بعطي عصف ذهني مثلا على سبيل المثال أي مشكلة بحياتنا خاصة بالنسبة للغدد الصم، سواء كان قزمنة أو عملاقة، شو سببها، شو حالاتها، الأمور هاي. يعني هل تنوع أستاذ بسام بطرائق؟ طبعا التنويع بالطرائق مشان إحنا نلفت انتباه الطالب. يعني احنا يعني مره نستخدم العصف الذهني، مره حل المشكلات، مره مشاريع. تمام. حتى ما يصير الطالب عنده ملل. خارطه المفاهيم، كمان خارطه المفاهيم يعني بتلخص لك الدرس كامله.
يعني كأنك درست درس هديل طلابك بتنزلي معهم على المخبر طبعا. ما فائدة أعطاء الدرس بالمخبر؟ هلا الفكرة بالمخبر انه وجود الجهاز فيه اللي بيمكن من عرض الصور المرافقة لكل فقرة من فقرات الدرس، تساعد الطالب، يعني اهم شيء جذب انتباه الطالب باتجاه الصور، اضافة الى انها تساعد على ترسيخ المعلومة في ذهن الطالب. فيعني هلا مثلا بعض الطلاب قد ينسون افكار الفقرة او ترتيبها مثلا، ولكن عندما يتذكرون شكل الرسمة و مسمياتها يستطيعون الإجابة على أي سؤال من خلال ما طبع على ذهنهم من هذه الرسمة. تقبلهم للمعلومات أستاذ، مجرد يعني ما نزل على المخبر عملنا إثارة. تمام يعني الجهاز يحب ينزل على المخبر، ينزل على المخبر مشاهدة الأثر التعليمي يبقى أكثر. حتى مثلا على سبيل المثال اليوم بنشرح أو شفافيات نعرض على الجهاز كمان بتلفت انتباه الطالب، تخليه مشدود يعني حتى أنه ما يمل، يعني ذلك التنوع بالوسائل والشفافية. الله يسلمك. أنسي هديل، يا ريت قبل ما ندخل بالغدد الصم نتعرف على أنواع الغدد في جسم الإنسان. هلا قبل ما نتعرف على انواع الغدد في جسم الانسان يجب ان نذكر مفهوم الغدد الصماء، ما معناها. هلا الغده الصماء بشكل عام هي عباره عن غده داخليه الافراز تصب مفرزاتها في الدم او اللمف مباشره، فهناك انواع كثيره منها. لنبدا بدايه بجسم الانسان بشكل عام، يوجد ثلاث انواع من الغدد. بدايه لدينا غدد خارجيه الافراز او قنويه مفتوحه. هلأ هذه الغدد بجسم الإنسان تتألف من خلايا غدية تصب مفرزاتها خارج إلى الوسط الخارجي عبر قنوات مفرغة. فمثلا في هذه الصورة لدينا الغدد العرقية، هناك قناة الغدة العرقية هنا تطرح مفرزاتها وهو العرق إلى الوسط الخارجي عبر قنوات مفرغة، لذا يطلق عليها اسم غدد خارجية الإفراز. هناك أيضا الغدد الدهنية تطرح مفرزاتها إلى الوسط الخارجي عبر قناة تعرف باسم القناة الغدة الدهنية هنا. طبعا يمكن أن تسيل هنا المادة الدهنية إلى الوسط الخارجي فيطلق على هذه الغدد اسم غدد خارجية الإفراز، أي أنها لا تصب مفرزاتها أبدا في مجرى الدم. هناك نوع ثاني من الغدد، لدينا الغدد خارجية الإفراز، أيضا أمثلة عنها. لدينا الغدد الدمعية، الغدد الدمعية طبعا هناك أيضا قنوات مفرغة مثل القناة الدمعية الأنفية، أيضا يتم عن طريقها طرح الدمع إلى الوسط الخارجي. أيضا مثال آخر عن الغدد خارجية الإفراز، لدينا الغدد اللعابية. الغدد اللعابية تفرز اللعاب عبر قنوات لعابية واضحة هنا. إذا وجود هذه القنوات دعانا إلى مسمية هذه الغدد باسم الغدد خارجية الإفراز. وهناك وسائل تعليمية أحضرناها من مخبر المدرسة لنتعرف عليها أكثر. فمثلا لدينا الغدد العرقية إضافة إلى الغدد الدهنية. الغدد الدهنية تطرح مفرزاتها إلى الوسط الخارجي عبر قنوات مفرغة. أيضا لدينا الغدد العرقية هنا كما هو واضح في هذا الشكل. هنا أيضا مجسم آخر يوضح لنا الغدد اللعابية. الغدد اللعابية تطرح مفرزاتها وهو العرق أيضا اللعاب عفوا إلى الوسط الخارجي. أستاذ بسام، تكلمت الأنسة هديل عن أنواع الغدد خارجية الإفراز داخلية الإفراز، وفي عندنا غدد مختلطة لها قسمين، قسم خارجي قسم الوسط الخارجي وقسم الوسط الداخلي، البنكرياس، في عندنا الخصية، في عندنا المبيض، كل هاي غدد. خلينا نحكي عن الغدد الصم، موضوع بحثنا اليوم، والهرمونات اللي بفرزها. نحكي شوي عن مواقع الغدد الصم في جسم الإنسان، تعرف عليها. طبعا الغدد الصم هي عبارة عن غدد داخلية الإفراز تصب مفرزاتها في الوسط الداخلي اللي هو الدم أو اللمف. طبعا تفرز حاثات تقوم بوظائف معينة. طبعا أهم الغدد الصماء في عندي الغدة النخامية. هاي الغدة النخامية موقعها موجود على الوجه السفلي للدماغ،
هاي الغدة يعني تقريبا أصغر الغدد الصماء حجما تقريبا 1.5 وحجم حبة الحمص أو البازيلا، تشرف على عمل الغدد الصم الأخرى. في عندي الغدة الثانية اللي هي الغدة الدرقية، شايفين هون الغدة الدرقية طبعا تحيط بالحنجرة أعلى الرغامة. في عندي الغدد جارات الدرق، هي عبارة عن 4 غدد صغيرة موجودة على السطح الخلفي للغدة الدرقية. في عندي الغدة الكظرية موجودة فوق الكليتين، وفي عندي غدة جزر لانجرهانس موجودة في مؤخرة المعفكلة، وفي عندي الغدد الجنسية الأنثوية، الغدد الجنسية الأنثوية طبعا هاي موجودة داخل تجويف البطن عند الأنثى، وفي عندي الخصيتين كمان غدتان جنسيتان موجودتان خارج تجويف البطن ضمن كيس يسمى كيس الصفر. هلا لو جينا احنا رجعنا على الكتاب، لازم طالبنا يحلل ويستنتج من خلاله كأنه النشاط رقم 2 صفحة 57 خلينا نحله. طبعا في عندي هون بس ياريت نزبطه شوية. أيوة كمان طبعا في عندي الغدة النخامية بنوصل، يعني لازم أنا أصير في عندي ترابط بين العمود الأول والعمود الثاني. في عندي الغدة النخامية تقع على الوجه السفلي للدماغ. في عندي الغدة الدرقية تحيط بالحنجرة أعلى الرغامة. في عندي جارات الدرق هي عبارة عن 4 غدد صغيرة تلتصق بسطح الخلفي للغدة الدرقية. في عندي الغدتان الكظريتان تقعان فوق الكليتان. في عندي الغدة الصنوبرية موجودة داخل الدماغ. في عندي الخصيتان غدتان جنسيتان توجد لدى الذكر خارج تجويف البطن في كيس الصفن. وفي عندي المبيضان غدتان جنسيتان توجدان لدى الأنثى داخل تجويف البطن. هاي بالنسبة هلا استاذ بسام، يعني الطالب لازم يستنتج وعملية الوصل من خلال الصورة اللي طبعا الصورة أساسية لأنه بساعده كتير في عملية الوصل، بساعده على المواقع الغدد الصم. يعني الرسمات بالكتاب عندنا موضحة وضرورية جدا، ضرورية جدا لأنه حتى الطالب ما ينسى، يعني لازم يكون الربط ما يكون بين العبارات والصورة وبين اسم الغدة ووظيفتها حتى يسهل عليه الحفظ وعدم النسيان. الله يعطيك العافية أستاذ أنسي هديل. يا ريت نحكي عن هرمونات الغدد الصم، ونبلش بالغدة النخامية والدرقية وجارات الدرق، نحكي شوي عن هرمونات. هلا بداية من أنواع الغدد الصم لدينا الغدة النخامية، كما ذكر زميلي بأن موقع الغدة النخامية تقع على الوجه السفلي للدماغ. الغدة النخامية تتميز بصغر حجمها، فهي أصغر الغدد الصماء ولكن أهمها، لأنها تؤثر في نشاط الغدد الصم الأخرى. فهي تفرز هرمونات متنوعة، منها هرمون النمو. هرمون النمو يتحكم هذا الهرمون في نمو العظام والعضلات. فمثلا لدينا هنا شكلا يوضح الغدة النخامية. طبعا الغدة النخامية تتألف من فصين، فص أمامي غدي وفص خلفي عصبي. الغدة الثانية من أنواع الغدد الصم لدينا الغدد الدرقية. ذكرنا موقع الغدة الدرقية بأنها تقع تحيط بالحنجرة أعلى الرغامة. بالنسبة للغدة الدرقية تفرز هرمونات مثل هرمون التيروكسين إضافة إلى هرمون الكاليستونين. على وجهها الخلفي نجد هنا 4 غدد صغيرة تلتصق بالسطح الخلفي للغدة الدرقية، تعرف باسم الغدد جارات الدرقية، وهي تفرز هرمون يعرف باسم هرمون الباراثورمون. غدد أخرى أيضا من الغدد الصماء. نكمل معك أستاذ بسام بباقي أنواع الغدد. طبعا في عندي هون شايفين نحن راح نعرض شفافية، شفافية للغدة النخامية. شايفين هون كيف تسيطر وتشرف وتنظم الغدة النخامية على جميع الغدد الصم الأخرى، عفوا الأعضاء الأخرى، يعني مسؤولة عن نمو العظام، موجودة عن مسؤولة عن نشاط عمل الغدة الكظرية والدرقية وعمل الخصيتين وعن إفراز الحليب. إذا في ألم بتأشر فيه يكون أفضل. طبعا هاي يعني هالغدد هاي كل يعني الغدة النخامية تشرف
وتنظم عمل غدد الصم الأخرى. لأن بنسميها إحنا الماستر، يعني هي التي تسيطر على جميع الغدد الصم الأخرى. هلأ إذا تابعنا أخذ مثلا جزر لانجرهانس في المعسكلة، إذا فيها شكل أنسة هدي النهاردة هلأ على اللابتوب في الغدة الصماء. طبعا هنا لدينا خلايا جزر لانجرهانس الموجودة في مؤخرة المعسكلة، هنا تحديد موقعها في مؤخرة المعسكلة. طبعا هي عبارة عن خلايا محاطة بالأوعية الدموية، تتميز خلاياها بأنها تفرز هرمونين هما هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاكون، وكلا هذين الهرمونين يساعدان على تنظيم نسبة سكر العنب في الدم. فهذه الخلايا المحاطة بالأوعية الدموية عمل هذين الهرمونين يكونان متعاكسين، فمثلا هرمون الأنسولين يعمل على خفض نسبة سكر العنب في الدم وذلك بتخزينه في الكبد على شكل جليكوجين، طبعا حتى يعيد السكر العنب إلى مستواه الطبيعي في الدم. هرمون الجلوكاكون هذا الهرمون يعمل على رفع نسبة سكر العنب في الدم عن طريق تفكيك الجليكوجين المخزن في الكبد وإعادة السكر العنب إلى مستواه الطبيعي. إذا العمل متعاكسين حتى يحافظان على مستوى سكر العنب في الدم. هلا إذا تابعنا الغدة الكظرية نجد أنها تقع فوق الكليتين، وهي الغدة تقع إلى قسمين هو قشر كظر ولب الكظر. قشر الكظر بيفرز هرمون بنسميه هرمون كورتيزول، طبعا بينظم نسبة الماء والملح داخل الجسم. وفي عندي لب الكظر بيفرز هرمون بنسميه الإدرينالين، هذا يفرز وقت الخطر. وقت الخطر لذلك أعراضه نجد انه يعني شحوب في الوجه، جفاف في الفم، ممكن تقلص المثانه، تسارع في ضربات القلب، وهي الحاله التي تحذر الجسم وتؤدي الى ضروره تحويل الدم الى الاعضاء الهامه اللي هي المخ والقلب والرئتين والعضلات الهيكليه. هاي بالنسبه للغده في هلا الغده الصنوبريه. الغده الصنوبريه طبعا مبسط. موجوده داخل الدماغ، طبعا هاي بتفرز هرمون بنسميه هرمون الميلاتونين. طبعا هذا له وظيفتين، انه بينظم بيفتح البشره ومسؤول عن تنظيم الساعه البيولوجيه في الجسم. لذلك يعني ساعه بيولوجيه، يعني احنا الساعه البيولوجيه انه احنا ساعات النوم واليقظه. ساعات النوم واليقظه هاي هذا الهرمون يتم افرازه في الليل تمام، ويخف انتاجه في الصباح. لذلك حتى احنا نحافظ على ساعه بيولوجيه لازم اول شيء نلتزم بنوم محدد بوقت محدد، يعني الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة، يعني ما ناكل وجبات ثقيلة، كمان الأطعمة الحارة، السوائل المنبهة، كمان بدنا ننام لازم يعني نطفي التلفاز، يعني أضوية خافتة أو متمة حتى نحصل على نوم مريح. وإذا كان يعني طالبنا عنده أي عمل لازم يأخره للصباح حتى يعني يكون نشيط، حتى يكون نشيط وبالتالي بنحصل على نوم مريح. الله يعطيك العافية أستاذ أنسة هدي. في عنا النشاط رقم 3 بالصفحة 59، بناء على ما حكينا عن هرمونات الغدد ياريت نعبي هالجدول. هلأ في عنا اسم الغدة بالفراغ الأول الغدة النخامية، إذا الفراغ الأول الغدة النخامية، هنا الغدة النخامية الهرمونات التي تفرزها هو هرمون النمو. وظيفة هذا الهرمون يتحكم في نمو العظام والعضلات تمام. لدينا ثانيا الغدة الدرقية تفرز هرمونين، هرمون التيروكسين وظيفته إنتاج الطاقة وتنظيم درجة الحرارة. لدينا أيضا هرمون الكاليستونين، هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم نسبة أو زيادة ترسيب الكالسيوم في العظام. لدينا ثالثا هنا الغدد جارات الدرقية، هذه الغدد تفرز لدينا هرمون يعرف باسم هرمون الباراثورمون. وظيفة هرمون الباراثورمون ينظم نسبة الكالسيوم في الدم ويزيد من إخراج الكالسيوم من العظام إلى الدم. أيضا لدينا جزر لانجرهانس، جزر لانجرهانس الهرمونات التي تفرزها واحد هرمون الأنسولين، وظيفة هذا الهرمون يعمل على خفض نسبة سكر العنب في الدم. أيضا هرمون آخر تفرزه جزر لانجرهانس يعرف باسم هرمون الجلوكاكون،
وهو يعمل على رفع نسبة سكر العناب في الدم كي تبقى ثابتة. أيضا لدينا غدد أخرى، مثال الغدة الكظرية، وهنا يجب أن نميز ما بين قشر الكظر ولب الكظر. قشر الكظر يفرز هرمونات تختلف عن هرمونات لب الكظر، فهنا يجب الوضع الغدة في الفراغ. هنا قشر الكظر الذي يفرز الكورتيزول، وظيفة هذا الهرمون ينظم نسبة ملح الطعام والماء في الجسم. أيضا لدينا لب الكظر، الهرمونات التي يفرزها هو هرمون الأدرينالين، وهو يحذر الجسم في حالات الخوف والخطر، لأن هناك أعراض تظهر على الجسم في حالات الخوف والخطر كشحوب الوجه وأيضا زيادة في عدد ضربات القلب. أستاذ بسام، سؤال، هل النبات يملك هرمونات؟ وكيف يتم انتقاله وعمله ضمن النبات؟ طبعا النبات ما له جهاز عصبي، يعني هو عبارة عن مواد تنسيق نباتية زي مواد كيميائية. مواد كيميائية، هاي المواد الكيميائية يتم انتاجها في قمم الفروع الهوائية، وبالتالي انتقالها قطبي من القمة الى القاعدة، ولها وظيفة هي النمو والاستطالة. يعني احنا كمان لازم مثلا طالبنا لازم يربط مثلا على سبيل المثال بين الاوكسينات والسمحاق من حيث الموقع، من حيث الوظيفة. او بغضاريف النمو ربط نفس يعني الوظيفة بين هون وبين هون، بين السمحاق وبين الأوكسينات. طيب هلا نحن خلصنا البحث الأول بالغدد الصم، خلينا ناخذ التقويم النهائي نساعد الطلاب بحله من خلالكم. طبعا عملوا لنا اكتب المصطلح العلمي للعبارات الآتية: مواد كيميائية تفرزها الغدد الصم وتلقي بها في الدم واللمف، هي الحاثات او الهرمونات. تمام. عند غدد تلقي مفرزاتها عبر اقنية الى خارج الدم واللمف، هي غدد خارجية الافراز او غدد مفتوحة. تمام. في عندي مواد كيميائية يقوم النبات بانتاجها في قمم الفروع الهوائية بشكل رئيسي تسبب نمو استطالة الخلايا، هي الاوكسينات. تمام. هلا في عندي اختار الاجابة الصحيحة لكل العبارات. خلينا ناخذ الان سهدي، تفضل. اختر الاجابة الصحيحة لكل من العبارات الاتية: احدى هذه الغدد لا تنتمي لنفس نوع الغدد الاخرى في المجموعة الاتية. طبعا هنا الاجابة على هذا السؤال نختار الغدة العرقية. السبب في ذلك بان الغدة الكظرية والغدة النخامية والغدة الدرقية هي غدد داخلية الافراز، في حين ان الغدد العرقية هي غدد خارجية الافراز. اذا الان سهدي، على الطالب ما يجاوب عشوائيا، لازم يحلل لأن الإجابات قد تكون متقاربة من بعضها، فيجب التمييز فيما بينها. أيضا لدينا إجابة أخرى: تفرز حاسة الأدرينالين في جميع الحالات الآتية ما عدا الخوف، الغضب، الراحة، الهرب. طبعا هذه الحاسة هي تحذر الجسم في حالات الخوف والخطر، وبالتالي يجب أن تكون الإجابة هي جيم الراحة. تقع الغدة الصنوبرية في العنق داخل الدماغ على السطح السفلي للدماغ فوق الكلية. طبعا الجواب هو داخل الدماغ. طيب أستاذ بسام، منتابع وصوب ما تحته خط لكل من العبارات الآتية. طبعا في عندي الغدة النخامية أهم من الغدد في جسم الإنسان لأنها تفرز حاثات تؤثر في نشاط الغدد المفتوحة. طبعا الخطأ هي غدد الصم الأخرى، لأن هي الغدة تشرف على جميع الغدد الصم الأخرى. تمام. في عندي التيروكسين والإدرينالين حافتان تحافظان على نسبة السكر العنب ثابتة بالدم. اللي بيحافظ على نسبة السكر العنب في الدم اللي هي الأنسولين والجلوكاغون. يفرز لب الكظر هرمون الكورتيزول. طبعا لازم يعرف الطالب أن الكورتيزول قشر الكظر، بينما لب الكظر يفرز الإدرينالين اللي بتحذر الجسم في حالات الخطر والخوف. هلا انا بدي احكي عن ورقه العمل شوي. يعني كثير بتسالوا الطلاب هل اوراق العمل مطلوبه، كيف بدنا ندرسها، كيف بدنا نحفظ فيها؟ يا ريت هيك نوضح لهم بس من خلال ورقه العمل عن الغده. طبعا احنا بهمنا معلومات بسيطه. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال هرمون الميلاتونين، عن شو مسؤول؟ هو مسؤول عن تنظيم الساعه البيولوجيه في الجسم طوال حياتنا. أميت بيتم انتاجه، يتم انتاجه في الليل ويقل في الصباح. معلومات مفيدة للطالب. طبعا مفيدة للطالب. كمان شو بنظم ساعة بيولوجية، يعني بهم من مين الغدة اللي بتفرزه. تمام. وبالتالي أميت بيكون انتاجه يعني ما يتوسع كتير، ما يتوسع معلومات حتى ممكن احنا حتى ممكن نكون حالة من الدرس، يعني نعمل عليها أسئلة، احنا نصنع حالة، يعني مو شرط انه الحالة الموجودة. لذلك الحالات كلها
يعني مطلوبة. طيب أنسي هدي، ننتقل على اضطرابات عمل الغدد الصم. نبلش بالغدة النخامية باعتبارها هي أهم غدة صماء، ماذا ينتج عن اضطرابات عمل الغدة النخامية؟ هلا بداية يجب أن يميز الطالب ما هو مفهوم اضطراب الغدة. اضطراب الغدة يعني أن هناك خلل في عمل الغدة، أي هناك قصور أو نشاط، وماذا ينتج عن كل منهما. فمثلا الغدة النخامية نحن نعلم بأنها تفرز هرمون النمو، يجب أن نعرف ماذا ينتج عن زيادة إفراز هرمون النمو وماذا ينتج عن نقصان إفراز هرمون النمو. فمثلا في هذا الجدول لدينا اضطراب في عمل الغدة النخامية، زيادة إفراز هرمون النمو في سن مبكرة. طبعا زيادة إفراز هو نفس مصطلح فرط نشاط الغدة. استاذ غسان، نعرض الجدول على الاوفر هيد. موجود. تمام. اذا نحن عم نشتغل بالجدول بالصفي. اولا استاذ ملاحظه، انا بالنسبه لي ملاحظه انه يعني الطالب لازم يربط بين العبارات والصوره. تمام. يعني الصوره هون بين هاي عملقه، وهون في عندي هون قزمنه، وهون زياده هرمون النمو في مرحله البلوغ. يعني الطالب يربط بين العبارات مع الصوره بيسهل عليه الحفظ. طبعا. وبالتالي بيعرف شو نتيجه. يا ريت نساعده للطالب. اذا انت تخيل حالك طالب، كيف بدك تحفظ يعني مثلا؟ يعني انا بطلع على الصوره تبع القزمنه، لاحظ انه طوله لا يتجاوز المتر. طبعا. ولا يوجد اي تشوه في البنيه، وبيتمتع بكامل القوى العقليه لكنه غير ناضج جنسيا. تمام. بشوف ان الصوره اللي العملقه يعني هون زياده في هرمون النمو في مرحله مبكره. طبعا هون في عندي يعني خمول في القوى العقليه والجنسيه. تمام. في عندي الصوره هون شايفين احنا ما هي طبيعيه، يعني نمو ايديه ووجهه واصابعه مختلفه عننا، لذلك هون صار في عنده نمو عرضي اكثر من نمو طولي. تمام. لذلك معناته هون في عندي زياده في افراز هرمون النمو في مرحله البلوغ. يعني انا ربطت بين الاضطرابات وبين الاعراض اللي اتعرض لها وبين صفات هذا الفرد. يعني بكون اني عملت ربط كامل، وبالتالي زين. هلا ممكن بعد ما شفنا الصور والكلام انه نعبي الجدول. بنعبي الجدول. طبعا في عندي زياده افراز هرمون النمو في سن مبكره فرط نشاط عملقه، يعني مكتوبة عندي فوق تحت الصورة انه يعاني الفرد من خمول في القوى العقلية والجنسية. تمام. يعني صعبة على الطالب. ما هي صعبة، لا موجودة. يعني في عندي نقص افراز هرمون النمو في سن مبكرة اللي هي القزامة، كمان موجودة عندي الصورة والعبارة موجودة تحتها. تمام. يعني تمام. الربط بيناتهم. طبعا طوله لا يتجاوز المتر ولا يعاني من تشوه في البنية ويتمتع بكامل قواه العقلية كاملة لكنه غير ناضج جنسيا. وفي عندي الصورة الأخيرة شايفين تضخيم غير متناسق في عظام الوجه واليدين، هو ناتج عن زيادة إفراز هرمونهم، يعني عندي فرط نشاط. هذا فرط النشاط بيؤدي إلى تضخيم غير متناسق في عظام الوجه والأطراف، وبالتالي يعني نمو بكون مش نمو طبيعي. الله يعطيك العافيه. انسي هديل، شو اذا هلا بس شو؟ انا حابه اضيف لكلام زميلي انه مثلا الغده النخاميه بتفرز هرمون النمو. هلا اكثر طلاب بيعاني من عدم التمييز بين النتائج زياده او نقصان الهرمونات. فمثلا لو عرضنا هذه الشرائح بان كل غده الهرمون، خلينا نعرضها على الجهاز اذا بتحبي ونحكي عليها. تمام. هلا الغدة النخامية اسم الهرمون الذي تفرزه هو هرمون النمو، زيادة إفرازه في سن مبكرة ينتج عنه العملقة. إذا هنا ممكن أن يأتي سؤال بصيغة أخرى، مثلا علل حدوث العملقة من هذه الشجرة أو هذه الفروع. يمكن أن نجاوب بسبب زيادة إفراز هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية أو المفرز من قبل الغدة النخامية. احنا ممكن نعتبرها خارطة مفاهيم، يعني بتسهل على الطالب الحفظ. يعني خارطة مفاهيم لخصنا هرمون النمو او الغده النخاميه كمان. الطالب بيعاني من عدم التمييز بين زياده افراز هرمونات ونقصانها. صحيا يعملوا خريطه اي غده. نحن بنكتب دائما اسم الهرمون اللي بتفرزه الغده. طبعا. ومن ثم زياده افرازه او نقصانه ماذا ينتج عنها. فمثلا زياده افرازه في مرحله البلوغ نتج عنه تضخم غير متناسق لعظام الوجه والاطراف. طبعا هذه الخارطه تجمع صيغ عديده من الاسئله. علل حدوث
حدوث مثلا تضخم غير متناسق لعظام الوجه والأطراف بسبب زيادة إفراز هرمون النمو من قبل الغدة النخامية. أيضا ماذا ينتج عن نقص إفرازه في سن مبكرة يسبب القزامة؟ علل حدوث القزامة بسبب نقص إفراز هرمون النمو في سن مبكرة من قبل الغدة النخامية. تمام، الله يعطيك العافية أنسي. أستاذ بسام، بنتابع باضطرابات بعض الغدد الصم الأخرى مثل الغدة الدرقية. نعم تفضل. هلا في عندي أنا جدول مطلوب من طالبنا أنه يحلل ويكمل الفراغ. تمام. يربط بين الحالة المرضية وبين الوصف وبين السبب وبين الغدة التي حدث فيها الاضطراب. يعني مثلا على سبيل المثال إذا راح يحلل وشاف عنده ممكن دراسة حالة بالتحليق قال له معك بالبول معك زيادة في السكر. تمام. معناته هون في عنده هون مرض السكري. شو سببه هذا؟ نقص إفراز هرمون الأنسولين. الغدة اللي حدث فيها الاضطراب هي جزر لانجرهانس. تمام. يعني ربطنا بين الحالة المرضية ووصفناها وعطيناها السبب وشفنا الغدة التي تقوم بإفرازها. تمام. في عندي الغدة الدرقية، في عندي زيادة وفي عندي نقص. طبعا إذا لاحظنا إحنا على شخص أنه عنده زيادة في إنتاج الطاقة في جسمه وعنده نقص في الوزن، معناته عنده زيادة في إفراز هرمون التيروكسين، ونشوف أن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن هذا الأمر. إذا شفنا شخص عنده عدم قدرة على مقاومة البرد ووهن وتعب، عنده زيادة في الوزن، معناته نقص إفراز هرمون التيروكسين، والغدة المسؤولة عنه هي الغدة الدرقية. كمان في عندي دا أديسون، في عندي سببه هو نقص إفراز هرمون الكورتيزول. طبعا شو بنلاحظ عليه؟ انخفاض ضغط الدم، في عندي تعب ووهن عام، وفي عندي تساقط شعر. الغدة تفرزه هي قشر الكظر. تمام، لا تكلافي أستاذ. أنسي هديلي، لما الطالب بده يدرس الغدد الصم، أسهل طريقة لدراستها ما يكون فيها صعوبة على الطالب، كيف أنت بتدرسي هالدرس؟ هلأ ذكرنا أنه أهم شيء عندي أنا خارطة المفاهيم، يعني مثلا نعمل كما ذكرنا في هذه الشرائح مثلا اسم نكمل إذا في غدد أخرى خليهم يتعلموا كيف بدهم يعملوها الطلاب. هلأ لدينا مثلا الغدد جارات الدرقية، الغدد جارات الدرقية تفرز هرمون الباراثورمون، ماذا ينتج عن نقص إفرازه؟ الجواب يسبب نقص نسبة الكالسيوم في العظام، أي ما يعرف باسم التكزز العضلي. طبعا هنا يمكن أن تأتي دراسة حالة أو ممكن أن يأتي تعليل علل الإصابة أو حدوث التكزز العضلي. الجواب بسبب نقص إفراز هرمون الباراثورمون المفرز من قبل الغدد جارات الدرقية. أيضا ماذا ينتج عن زيادة إفراز هرمون الباراثورمون؟ يسبب هشاشة العظام وسحب الكالسيوم من العظام. طبعا هنا يمكن أن يأتي سؤال علل حدوث هشاشة العظام بسبب زيادة إفراز هرمون الباراثورمون المفرز من قبل الغدد جارات الدرقية. تمام أستاذ بسام، في عنا نحن بالصفحة 63 دراسة حالة عن الغدة جارات الدرقية، ريت نحكي شوي. في عندي حالتين، يعني هون بدي ألاحظ وأستكشف. تمام. من خلال الطالب، يعني الطالب بدي يلاحظ ويستكشف. عندي حالتين لإضطراب في عمل غدة جارات الدرق. طبعا أنا مطلوب مني أضع صح بجوال الأعراض الصحيحة وغلط بجوال الأعراض المغلوطة. تمام. في عندي الحالة الأولى شخص مصاب بقصور جارات الدرقية يعاني من الأعراض. أستاذ بسام نرفع شوي لفوق الكتاب. تفضل. أيوة تمام. إيه لأنه حتى تبين الحالة. إيه. كمان شوي. أيوة تمام. أيوة. فعندي الحالة الأولى شخص مصاب بقصور جارات الدرق يعاني من الأعراض التالية. هل ترى هل هي نقص نسبة الكالسيوم في الدم أم زيادة نسبة الكالسيوم في العظام؟ هل هي نقص نسبة الكالسيوم في العظام؟ أنا بستبعد الأخير اللي هو نقص نسبة الكالسيوم في العظام، لأنه الحالة الأولى القصور هو نقص نسبة الكالسيوم في الدم وزيادة نسبة الكالسيوم في العظام. تمام. هلا الحالة الثانية شخص مصاب بزيادة في إفراز الباراثورمون يعاني من الأعراض التالية، هل هي هشاشة عظام؟ هل هي سحب الكالسيوم من العظام؟ هل هي نقص نسبة الكالسيوم في الدم؟ طبعا أنا من خلال عرض وظيفة الباراثورمون أنه بستنتج أنه الخطأ هو نقص نسبة الكالسيوم في الدم، لذلك الصحيح هو هشاشة عظام وسحب الكالسيوم من العظام. لذلك الطالب لازم يستنتج أنه فرط جارات الدرق أنه الإصابة بهشاشة العظام،
وقصورها هو زيادة ترسب الكالسيوم في العظام، يسبب تكزز عضلي أو نسميه تشنج مؤلم. تمام. يعني بالشنج. الله يعطيك العافية أستاذ أنسي هديل. ما علاقة الجهاز العصبي مع الغدد الصم؟ هل هناك ترابط؟ هل هناك عمل مشترك؟ هلا عمل الغدد الصم يكمل عمل الجهاز العصبي، إذ أن من خلال تعاملهما يستطيعان التحكم والانتقال بين مختلف أعضاء وأجهزة الجسم. هلا على الرغم من أن الجهاز العصبي الرسائل العصبية نلاحظ بأنها تكون سريعة ولكنها أمدها قصير. يمكن تشبيه الجهاز العصبي مثلا بشبكة الشبكة أو الإنترنت. أما بالنسبة للغدد الصم نلاحظ أنه رسائلها تكون بطيئة ولكنها طويلة الأمد، يعني تشبه البريد العادي ولكن يعني مفعولها أو تأثيرها يكون لفترة طويلة. فكلاهما يكمل عمل بعضهما البعض، إذا لا يمكن للجهاز العصبي أن يقوم بعمله بمعزل عن الغدد الصماء. استاذ بسام، لان الغدد الصم يعني تعمل عمليه ضبط ومراقبه وتنظيم لجميع انحاء الجسم، لذلك يعني الاشراف طبعا الاشراف طبعا الجهاز العصبي، لذلك جوعنا وتخوفنا وفرحنا وخوفنا وكلياته هذا بالغدد الصم. لذلك مثل ما ايش لها تاثير مهم على الجسم، يعني ضبط وظائف الجسم كلها بشكل اساسي. لذلك يعني مثل ما ذكرت زميلتي انه هي يعني طويله الامد وبطيئة بنفس الوقت وتأثيرها بيكون عام. طيب. بينما الجهاز العصبي بيكون سريع، بيكون سريع. طيب. وخلال يعني زمن قليل وتأثيره بيكون محدد. طيب. لذلك يجب أن يكون هناك ترابط بين الغدد الصم والجهاز العصبي من أجل مراقبة وظائف الجسم وتنظيم وظائف النسج والخلايا والأعضاء المختلفة في الجسم. لا كثير من الأشخاص مثلا يعانوا مشاكل بجسمهم، أول ما يروح على الدكتور بيقول له نفحصوا كذا كذا هرمونات حتى يشوفوا عملها مضبوط ولا في زيادة في نقص، لأنه الزيادة والنقص بتدل على اضطرابات. في اضطرابات تمام. تمام. طيب في عنا نحن بالصفحة 64 التقويم النهائي لبحث اضطرابات عمل غدد الصم، يا ريت ناخده هلا. في عندي اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية. في عندي الحادثة الناتجة عن فرط نشاط الغدة الدرقية، حالة الحالة الناتجة عن فرط نشاط الغدة الدرقية. في عندي القزامة والعملقة. أستاذ بسام نظبط شوي حتى يطلع واضح. تفضل. أيوة تمام تمام. هلا إذا على اللابتوب، إذا بناخذه على اللابتوب كمان على اللابتوب يا ريت ناخذ على اللابتوب أوضح. إي تمام. طبعا في عندي الحاله الناتجه عن فرط نشاط الغده الدرقيه، في عندي القزامه والعملقه وداء السكري ونقص في الوزن. طيب طبعا القزامه والعملقه قبل ما نحل يعني لازم الطالب يحلل طبعا شيء اكيد الاجابات اللي انعطت حتى يستنتج الاجابه الصحيحه. طبعاً. ما يكون عشوائي اجابته لانه يعني القزامه والعملقه على الغده النخاميه يعني عليك. تمام. وداء السكري لجزر لانجرهانس. ايوه. وفي عندي نقص الوزن، هاي من الاعراض فرط نشاط الغدة الدرقية. زين لازم الطالب يكون ذلك الجواب الصحيح هو نقص في الوزن. تمام تمام. نقص في الوزن. زين نقص في الوزن. هلا في عندنا أحد أشفاء الهرمونات الآتي ينظم نسبة السكر الجلوكوز في الدم اللي يبقى ضمن الحدود الطبيعية. في عندي الكورتيزول والأدرينالين، في عندي الأنسولين والكورتيزول، في عندي الأنسولين والتيروكسين، في عندي الأنسولين والجلوكاكون. طبعا الاثنتين بيعملوا بشكل متعاكس مع بعضهم البعض اللي هما الأنسولين والجلوكاكون. إذن الإجابة رقم د. أنسي هديل يا ريت نكمل بالتفسيرات. هلا سؤال ثانيا، أعطي تفسيرا علميا لكل من العبارات الآتية. طفل يتناول غذاءه كاملا ومع ذلك أصيب بالقزامة. طبعا هذا الطفل يعاني من اضطراب في عمل الغدة النخامية، أي قصور نشاط في عمل الغدة النخامية أو نقص إفراز هرمون النمو المفرز من قبل الغدة النخامية. كلا إجابات صحيحة. لدينا التفسير الثاني، الإصابة بهشاشة العظام عند طفل مع أنه لا يعاني من سوء التغذية. طبعا هنا هذا الاضطراب يكون في عمل الغدد جارات الدرقية، وبالتحديد هنا فرط في نشاط الغدد جارات الدرقية لأنه تم سحب الكالسيوم من العظام إلى الدم وبالتالي أصيب بهشاشة العظام. تمام. إذا أستاذ بسام في عنا ثالثا، ادرس الشكل الآتي ثم أجب على طبعا هو نحن لازم ننبه طلابنا كمان المخططات مهمة ضرورية. تمام تمام. لأنه يعني مثل دراسة الحالة،
شايفين هون في عندي المخطط كيف تفسر انخفاض مستوى السكر من النقطة ب إلى النقطة ج. طبعا في عندي أنا مخطط يعني قايسين لي مستوى الجلوكوز في الدم، طبعا النسبة الطبيعية 90. شايفين هون ارتفع معي، خلينا نسهدين، ارتفع معي صار عندي 130. طبعا هو نتيجة تناول المواد الغذائية، معناته صار في عندي زيادة في السكر، معناته هون راح يسبب إفراز هرمون الأنسولين بعد ما تناولنا الوجبة الغذائية الذي يعمل على سحب الفائض من سكر العنب من الدم وتخزينه في الكبد والعضلات بحيث تبقى نسبته ثابتة. تمام. هلا هون انخفض أكثر من اللزوم، طبعا هون دخلت الحالة الثانية اللي هي جلوكاكون اللي هي عملت على تفكيك الجلوكوجين المخزن في الكبد والعضلات إلى سكر في العنب وطرحته في الدم وخلت نسبته ترجع 90 أو 1 جرام على اللتر. طبعا هون آخر شيء في أي نقطة يعود فيها مستوى السكر العنب إذا في عندي النقطة ده، لذلك دراسة المخططات ضرورية وهامة ولازم طالبنا يركز عليها، ممكن تيجي بالامتحانات يعني لا يستهين بالمخططات وخارطة المفاهيم كمان كليات تاخذوا الأساسيات. أنسي هدي لبركة العمل نحكي شوي عنه. هلأ ويعد مرض السكري من الأمراض المنتشرة بكثرة في وقتنا الحاضر، ابحث في مصادر تعلم المختلفة عن معلومات أكثر عن هذا المرض وأنواعه وكيفية الوقاية منه. يجب أن نعلم بأن مرض السكري يوجد لديه نوعين، هنا سكري من النوع الأول وهو النوع الذي يحدث عند الأطفال أو اليافعين، ولدينا أيضا السكري من النوع الثاني الذي يحدث عند الفئة العمرية التي هي مرحلة الشباب. هلأ النوع الأول أو السكري من النوع الأول الذي يحدث عند الأطفال أو اليافعين يكون سببه إتلاف خلايا بيتا في البنكرياس، ونحن نعلم بأن خلايا بيتا تفرز هرمون الأنسولين الذي يعمل على خفض نسبة سكر العنب في الدم. أسباب هذا المرض حتى الآن لم يتم تحديدها، ولكن يوجد طرق للوقاية كي لا يصابون فيها في مرحلة ما قبل هذا المرض. السكري من النوع الثاني طبعا هنا نلاحظ بأن غدة البنكرياس تقوم بإفراز هرمون الأنسولين ولكن لا يتم استخدامه بصورة فعالة. طبعا هذا النوع من السكري يوجد هناك طرق وقاية منه، مثلا زيادة النشاط البدني إضافة إلى اتباع حمية غذائية يتم فيها التقليل من السكريات، أيضا التخلص من الوزن الزائد، أي أنه يوجد طرق وقاية للسكري من النوع الثاني. الله يعطيك العافية أنسة هديل. أستاذ بسام، في عندي شكل أنا هون مجسم لفوق، أيوه، يا ريت نحكي شوي عن موقع للغدة الدرقية وين موجودة بشكل تفصيلي على الشكل، خلي الطالب يتمثلها وما ينساها. طبعا الغدة الدرقية قلنا تحيط بالحنجرة أعلى الرغامة. تمام. تحيط بالحنجرة أعلى الرغامة، وهي الغدة الدرقية طبعا تفرز هرمونين، هرمون الأول بسميه في خطيرة هالغدة طبعا أكدت عليها إنه التيروكسين والكالسيتونين. طبعا التيروكسين مسؤول عن النمو وتركيب البروتينات، مسؤول عن إنتاج الطاقة، تنظيم درجة حرارة الجسم، وفي عندي الهرمون الثاني هو الكالسيتونين. طبعا. يعني بزيد من ترسب الكالسيوم في العظام. هاي بالنسبة للغدة الدرقية. هلا الغدة الدرقية كتير مهمة بعملها بالجسم، واضطراباتها بتعمل مشاكل كتير بالجسم. تمام؟ هلا نقصها، يعني إذا جينا على نقصها في سن، كيف بتصير نقص؟ نقصها في سن مبكرة بتعمل لي قماءة مو قزمنة. تمام. القزمنة تابعة على الغدة النخامية. أيوة. يعني طولها يتجاوز المتر، بينما القماءة تأخر في النمو وتخلف عقلي وجنسي. إذا ينتج عنه كمان قزامة. إيه يعني. إذا بقارن أنا بين القزامة النخامية ناتجة عن الغدة النخامية والقزامة الدرقية أو القماءة ناتجة عن الغدة الدرقية، شو بقدر أحكي؟ هلا بالنسبة لل. طالب هيك. إيه النخامية، النخامية يعني طوله لا يتجاوز المتر. تمام. وما في تشوه في البنية ويتمتع بكامل قواه. تمام. العقلية، لكنه غير ناضج جنسياً. تمام. بينما بالنسبة للقماءة أو القزمنة الدرقية أو القزمنة الدرقية ففي عندي هون تأخر في النمو وتخلف عقلي وجنسي، هاي عند الأطفال. أيوة. بينما نقصها عند البالغين
بتعمل لي عدم قدرة الجسم على مقاومة البرد، وبالتالي زيادة في الوزن، ممكن تعمل لي وهن، ممكن تعمل لي تعب، ممكن تعمل لي فقدان ذاكرة، اضطرابات عقلية. تمام. أما عند البالغين إذا زاد إفرازها عند البالغين بتعمل لي مشكلة كبيرة، يعني زيادة في هرمون التيروكسين، وبالتالي زيادة في عمليات الاستقلاب، يعني زيادة في إنتاج الطاقة والحرارة، بترتب عليها زيادة في ضربات القلب، معدل التهوية، نقص في الوزن، وأحيانا جحوظ في العينين، يعني أحيانا تلاقي أنه العين طالعة شوي. تمام. نتيجة أنه فرط نشاط هاي الغدة. لا تكافي أستاذ أنسي هديل، يا ريت ناخذ غدة تانية وهيك نتوسع شوي فيها، اختاري لنا أنت أحد الغدد. هلا مثلا ممكن نحن ناخذ دراسة حالة عن أنواع الغدد، فمثلا هذه الأمراض الموجودة في هذا الدرس يمكن أن يأتي سؤال دراسة حالة كما هو واضح لدينا في هذا الشكل. عانى أحد الأشخاص من كسرة التبول مع شعوره الدائم بالجوع والعطش الشديدين، والمطلوب ما هي حالته المرضية؟ طبعا هنا تشخيصنا لهذه الحالة، هذه أعراض مرض السكري، أي الجواب هو مرض السكري. ما سببها؟ طبعا هنا نقص إفراز هرمون الأنسولين. ما هي الغدة التي حدث فيها الاضطراب؟ جزر لانجرهانس. هل يوجد علاج لهذه الحالة؟ نعم، ذكرنا اتباع حمية غذائية خاصة يبتعد فيها المريض عن تناول السكريات بكثرة، إضافة إلى التخفيف من وزنه الزائد وزيادة نشاطه البدني، وفي حالات أخرى يمكن أن يستعيد عن السكريات بالمحليات الاسكرين والاسبرتام، ايضا هي تعتبر مواد صنعيه تستخدم لتحليه المشروبات. يعني انسي هديل، من خلال المثال يعني انه كثير بسيطه دراسه الحاله اجاباتها، يعني تماما شامله، واضافه لانها تعتمد على ربط افكار بين الدروس. تمام. استاذ بسام، هلا هون في عندي انا مخطط. تمام. في عندي كيف ننظم العتبه السكريه في الدم. تمام. طبعا في عندي انا جزر لانجرهانس في البنكرياس، طبعا خلايا بيتا تحديدا تفرز هرمون نسميه هرمون الانسولين، عندما بيرتفع نسبه سكر العنق في الدم الانسولين يقوم بعمليه التخفيض، يعني دائما بيحافظ لي على 90 او 1 جرام على اللتر، بس طلع معناته هرمون الانسولين يتم افرازه. افراز الانسولين بينظم لي عن طريق تسريع دخول الخلايا او تفكيكه أو تخزينه في الكبد على شكل جلوكوجين. بحيث إنه يعمل لي توازن داخلي، يعني تصير نسبة الجلوكوز الطبيعية في الدم حوالي 90 ميلي لتر جرام بالميلي ميلي لتر. أما عندما ينخفض طبعا راح يتدخل هرمون بسميه هرمون الجلوكاكون، هذا هرمون الجلوكاكون مباشرة راح يروح إلى الكبد والعضلات. تمام. ويقوم بتفكيك الجلوكوجين وبيحول لي إياه لسكر عنب حتى يعيد لي الى وضع التوازن الداخلي. تمام. الله يعطيك العافيه استاذ انسي هديل، يعني ما توسعنا كثير بمواد التنسيق النباتيه هيك، بس ناخذ فكره لانه يعني السنه الماضيه اجى سؤال عن الاوكسينات، اجى مقارنه بين الاوكسينات. يا ريت هيك شوي. هلا النبات يعتبر كائن حي مثله مثل الانسان والحيوان، ولكن نلاحظ هنا ان عند الانسان يوجد جهاز هو جهاز الغدد الصم. النبات لا يوجد عنده جهاز غدد صم، ولكن يوجد عنده مواد كيميائية عملها شبيه بعمل الهرمونات أو الحساسات التي هي موجودة عند الإنسان. طبعا هذه المواد يتم إنتاجها في النبات بشكل رئيسي في قمم الفروع الهوائية في الساق والأوراق، يتم أيضا إفرازها بقمة الجذر بشكل أو بكمية قليلة. طبعا بما أنه يتم صنعها في القمم فهي لا تبقى في القمم، وإنما تنتقل إلى أماكن صنع أخرى في النبات باتجاه الجاذبية الأرضية، أي أنها تنتقل باتجاه واحد وقطبي إلى المناطق الأخرى لكي تسبب نمو واستطالة الخلايا. طبعا هذه المواد هي لا تشمل الأوكسينات فقط، إنما هناك مواد تنسيق نباتية أخرى وكثيرة. تمام. تمام. وإن شاء الله سنأخذها بالتفصيل في منهاج البكالوريا. الله يعطيك العافية أستاذ بسام. كثير من الرياضيين يستخدموا الهرمونات، وهي شغلة كتير خطيرة وفي لها مضار
بجوز ما يكونوا هيك واعيين إلى، يا ريت هيك نوعي شوي نحكي عن طبعا احنا حتى بننصح طلابنا احيانا نقول انه يعني هناك هرمونات منشطه للذاكره. طبعا هذا خطا انه احنا نحكي شوي عن تاثيراتها، لذلك هالهرمونات تسبب العقم لكن خاصه يعني بتعمل عقم، امراض للقلب، للرئتين، الكبد، ممكن تعمل لي مرض سكري. واحيانا حتى الرياضيين بيستخدموها بيفرطوا باستخدامها بيؤدي احيانا الى موت فجائي، يعني جلطات قلبيه، وبالتالي بتاثر على صحته. لذلك احنا بننصح طلابنا انه ما يتناول اي نوع من الهرمونات اللي بيقولوا عنها منشطه، لها تاثيرات سلبيه، لها تاثيرات سلبيه، بتعود الجسم ايضا بعدين بتعود عليها بتعمل له مشاكل صحيه وبيغنى عنها. طبعا يعني الجسم يفرز الهرمونات بكميات هو بيحتاجها اي حسب الحاجه يعني، اما اخذها بشكل غير طبيعي بيصير عمله غير طبيعي، بيعمل خلل بالجسم وتاثيرات تكون خطيره على الجسم. استاذ بسام، انت بالصف عم تعطي هالدرس الغدد الصم، وشفت الطلاب يعني اسئلتهم كثيره، كيف بتتصرف؟ هل بتعيد؟ بتشرح زياده؟ كيف يعني؟ معناته المشكله عندي استاذ. ايوه يعني انا الاثاره تبعتي او الوسيله. شلون بتشجعهم طيب على هيك درس؟ يعني في شويه صعوبه، هو كمستوى صف تاسع مثلا كيف بسط لهم انا المعلومه؟ يعني احيانا يوم بكون الوسيله حيه تمام بثير انتباهه اكثر شيء. ممكن انت ما نعرض لهم مثلا فيديو او مثلا على سبيل المثال نجيب العين او نجيب القلب، شرح القلب تمام يعني بشوفه على الواقع كمان بثير انتباهه اكثر، حتى احنا بنخليه يشارك بعمليه التشريح ويحط يعني ايده على الجرح، يعني اي شو هاي شو هاي، وحتى يمكن هو يشرح وشرحنا يعني عندنا. خلينا نحكي بصراحه، بتنزل طلابك على المخبر يشرحوا لك كم مره بالسنه؟ والله انا يعني عم بضايقوا مني لانه حسب الدرس حسب الدرس بس يعني يعني حسب يعني الكهرباء او كذا، يعني في تنسيق بينه وبين زملائي يعني كمان بصير يعني استغل المخبر لحالي، في عندي فيزياء في عندي كيمياء احنا دائما يعني حاطين على الاخبار يعني فانت يعني كل ما كانت وسيلتنا واضحه واثارت انتباه الطالب كل ما الطالب اندمج، ما عاد يشاغب او يغلبك يعني. اما يوم يكون انت يعني ما عم تعرض الوسيله وحتى الطريقه الملائمه والمناسبه بثير انتباه الطالب. هو بيعاني الطلاب، بس انا حابه اضيف لكلام زميلي انه بس من اسماء الهرمونات يعني بلاقيها اول شيء صعبه جديده عليه يعني. انه جديده عليه، فيعني مثلا درس بنحاول ناخذ جزء منه مثلا او قسم وتكراره اهم شيء، يعني انه لازم الطالب يكرر الدرس. هلا على التكرار ممكن بس بالبدايه يلاقي اسماء الهرمونات صعبه انه غريبه عليه، بس على التكرار بيمشي الحال. بعدين استاذ في مثلا على سبيل المثال يعني كتابنا يعني انا بحب اشكر يعني القائمين على عمله وبالتالي الموجهين الاختصاصيين، اسلوبه مشوق، لذلك هالكتاب يعني بيناسب المواضيع تبعته، يعني بيلائم او بيناسب النمو العقلي للطالب وبالتالي بيواكب الاتجاهات التربويه الحديثه اللي مبنيه على مهارات العلم اللي هي الملاحظه والتصنيف والتحليل والتنبؤ والتجريب والاستنتاج، وكمان في صور ورسومات واضحه غنيه وبالتالي خرائط مفاهيم ومخططات بتخلي طالبنا انه يدرس الكتاب بشكل تحليلي وناقد وعنده قدره على التقصي والاستكشاف ويقوم بمشاريع. يعني كل فصل يعني اذا طالب قام لنا بمشروع معين كمان مجسمات وبعدين بتخليه يشعر بقيمته. يعني احنا قبل طالبنا كان مهمش انه ما له اي دور، كان عباره عن مستمع تمام والمدرس هو اللي يقوم بكل العمل. هلا احنا مريحين حالنا شوي نوعا ما، يعني في تعاون يعني. ليه؟ لانه طالبنا مفاعل ومشارك وهو محور العمليه التعليميه التعلميه. لذلك احنا دورنا كمدرسين يعني ميسرين وموجهين ومرشدين للطالب، وبالتالي عنده يعني قدره على البحث العلمي والتفكير وبالتالي بيشعر بقيمته، يعني اصبح له شخصيه انه هو مشارك بالعمل التعليمي الفاعل. استاذ بسام طلابك بيشاركوا معك طبعا شيء اكيد اجباري بده يكون، يعني احيانا بس شفت انه صار في عندك ملل او شيء ممكن تعمل لك نكته يمكن فاصل بنشط او كذا بحيث انه انت تجلب انتباههم بحيث انه يضلوا متابعينك.
حسب يعني درسك أنت، حسب طيب وسيلتك. أنسي هديل، أنت باعتبارك مدرسة يعني صلك فترة وقديمة، المدرسين الجدد شو بتنصحيهم؟ هلا أنا بتوجه لزملائي الجدد، أهم شيء تحضير الدرس قبل ما ندخل نحن القاعة الصفية. يعني تحضير الدرس بيبعد المدرس عن اللبكة أمام الطلاب، إضافة إلى أنه بيكون يعني المدرس هون قادر على جمع المعلومات بين مقدمة الدرس إضافة إلى آخره. هلا أهم شيء تحضير الدروس بشكل عام، إضافة إلى اتباع الوسائل التعليمية الحديثة. يعني ما بتخيل مدرس علوم عم يفوت بدون وسيلة. بدون وسيلة يعني ما زابطة يعني ما أنا زابطة، لأنه هون الطالب رح يشعر بالملل وبالشرود كله مجرد حكي. أما لو كان يعني مثلا رسمي، لو مثلا ما أنا متوفرة وحاولنا نحن نطلب من أحد الطلاب أنه رسمة، طبعا قبل ما ناخد الدرس نطلب من بعض الطلاب تحضير هي الرسوم للدرس الجاي. يعني الطلاب كلهم لقيهم منسجمين وعندهم تشوق كبير أنهم يعرفوا شو مضمون هي الرسمة. حس انه في ضعف بال هلا حسب، في طلاب يعني حسب الطلاب، في طلاب بتحب تشارك انه لازم الطالب طالبنا يعني بتحسه احيانا اتكالي، انه مفكر انه الرسمه رح تيجي جاهزه. تعلم ارسم، ممكن تيجي الرسمه ارسم، لذلك لازم يتعلم الرسمه، لانه الرسمه بتسهل المعلومه وبتخزن لك اياها بذاكرتك. لذلك يعني الرسم ضروري حتى يعني يحصل على معلوماته بشكل وما ينساها. هلا برجع بالنسبه للدرس، احنا ما تحضير الدرس مثلا فحكى زميلي، اهم شيء مرحله الاستثاره الموجهه، كل ما كانت شد وطرح المشكله وشون علاجها وكذا، بتخليه يفكر هو لحاله ويشعر بقيمته. تمام. اثنين، في عندي مرحله النشاطات العمليه لتكوين مفاهيم جديده. يعني النشاطات العمليه مثلا انت ممكن تعرض تجربه او شفافيه او لوحه وبتطرح عليها أسئلة وتخليه هو يستنتج من خلالها الجواب. وطبعا في عندي شغلة أساسية، أنه كل نشاط لازم تقويم، تقويم مرحلة أولي ونهائي. يعني ما بصير نشاط بدون تقويم، يعني التقويم الأول المرحلة الأولي والثانوي هو أساسي. وكمان التواصل بين الطلاب مع بعضهم البعض عشان نقل الخبرات والأمور هاي كلياتها، كمان أنه الطلاب يشعروا بقيمتهم، وهذا الامر يعني بيسهل على الطالب حفظ المعلومات. يعطيك العافيه استاذ بسام. بنهايه هذه الندوه يعني بتشكركم زملائي على حضوركم ومشاركتكم الفعاله بهالندوه، الانسه هديل سعود مدرسه التربيه دمشق، استاذ بسام الله يسلمك يا رب. بالعكس احنا نشرف نتمنى النجاح لكل طلابنا. طبعا بالاخير احنا بنحب انه ننصح طلابنا يعني انه يدرس كل درس بدرسه بانتباه الى المدرس، عدم تراكم حل الانشطه كمان حلها، الاسئله التوقيميه في كل درس وكل بحث، ويكون متابع مع مدرسه حتى ما يصير في نتمنى التوفيق ان شاء الله والنجاح والحمايه من جميع الامراض يا رب. كل الشكر لكم اعزائنا المشاهدين، نلتقي في ندوات قادمه. شكرا.